الحمد لله عظيم المنة الناصر الدين بأهل السنة. الحمد لله عظيم المنة الناصر الدين بأهل السنة، صلى مسلما على المختار وآله الأجلة الأخيار. وبعد ذي منظومة وجيزة، ضمنتها مسائلا عزيزة، أودعتها نواقض الإسلام حاوية الرسالة الإمام. أعني به نعم السري محمدا، نسل تميم طاب منه محتدا، أولها الإشراك رأس الظلم، نص من القرآن يا ذا الفهم. وذاك عند الله ليس يغفر، ودونه لمن يشاء يغفر. ومن دعا وسائطا تداني، إلهنا فقد أتى بالثاني. يقول جهلا كاذبا ويسجع، وسائطي عند الإله تشفع. ومن في كفر مشرك ترددا، أو شك فيه دينه تبددا. ومثله كذلكم من صحح مذهبهم مستحسنا ورجحا، فكلهم باعد لهم وناقضي، فقد أتوا ثالثة النواقضي. والرابع الشقي فاه يرفع، هدي فلان للنبي أجمع، أو أن حكمه رآه يرفع لحكمه، فهو الأتم الأنفع. ومن لشيء سنه قد أبغضا، فدينه ولو عمل لا يرتضى. وذاك منها قد تلاها خامسا، فكلها محاذرا ودارسا. ومن غدا بربه مستهزيا، أو بالرسول هارفا ومزريا، أو مازحا بالدين أو قد يلعب، فعقده بسادس قد يحجب. والناقض السابع منها السحر، بالصرف والعطف وكل كفر. ثامنها إعانة لمشركي، بالنصر والتأييد صاح فاتركي. والتاسع الباغي إذا هو اعتقد، خروجه عن شرعنا له أسد. خاتمة النواقض العظيمة، إعراضه في دينه بهيمة. وهذه الأحوال كفر لا جدل، بكل حين جدها أو الهزل. لا فرق بين خائف وغيره، واستبق عفوا مكرها لضيره. وقد أتى القول على المراد، موضحا مسلسل الإيراد. صيره الله من المنقول، عنا مفيدا واضح النقول. والحمد لله الكريم أولا، وآخرا وناصرا وموئلا.